تمنا بالعهد انه الاشهر تتغير يصير في امام المناطق وهسه رئيتها عم تصير تخف. بنطالب القوى الامنيه بتعزيز الدوريات بالمناطق بالقرى نية، ما في حد لا بلديات ولا في دوريات اي قوى امنيه يعني. في حواجز للجيش بالليل شددوا المراقبه بالليل بيروح واحد سرق سياره ما حدا بيقول له وين رايح او وين جاي. بنطالب القوى الامنيه بتعزيز دورياتها بالمناطق وتفعيل يعني وجباتها هيدي وجباتها الدوريات تعملها بالمناطق. هلا هيدا الشيء اللي صار، هل انه غير انه سبب اليوم في خوف عند اهل المنطقه، بس هل هالشيء رح يضعضع ثقتكم انكم ترجعوا تقعدوا ببيوتكم ترجعوا؟ لا لا، نحن عملنا كبير هلا الوقت العهد الجديد بعده مبلش، بس ان شاء الله بالوقت اللي جاي القادم انه تتغير اشياء كثيره. فيك بس تخبرنا بالضبط شو اللي انسرق؟ ونحن عرفنا انه بالبيتين اليوم انسرق، ببيت حضرتك وببيت خيك. بيت خي سرق قبلي. ايه نعم. هلا انك انا سرق بس نهار اللي سرق بيت خي، بس انا اليوم جيت من بيروت تطلع بيتي بالجبل هون، فت لقيت انه سرق لي، شفوا السايد ومنبشيني بالبيت كله. هلا انا بيتي مهجور، يعني لا في ذهب لا في مصاري مخبيه هون حتى ياخذوهم، ليه نجفت اخذينه نمشين كلنا مشينا البيت، وقاصين الحديد تبع الشباك الدفاع تبع الشباك قاصينه وناشينه اخذين وقتهم الجميع. يعني اللي جاي متمكن ودارس الموضوع على ادق تفاصيل. ايه اكيد اكيد اكيد. طيب بدل الواحد هيك يعني بحسها يجي واحد يترك بيته بدل يقعد حرس على بيت بيته الواحد. لا اكيد ان شاء الله تتغير الامور، بصير في مراقبة على المنطقة وتجديد أكثر، يطلعوا بالمنطقة يشوفوا المنطقة يشوفوا شو عم بيصير. الدنيا فلتاني أكثر من هيك ما صار يعني. الدنيا عم تفلت، بيتين بظرف 10 أيام 15 يوم بالكثير ينسرقوا بيتين، نشر حديد، سرقة، نهيب، ما في حدا بيطلع، ما في حدا بيسأل عم انت ليش تركين المنطقة هيك يعني، وخصوصا هاي المنطقة، خصوصا هاي المنطقة في نواب، في وزراء بالمنطقة، في بلديات، في رؤساء بلديات، في اتحاد البلديات، ولو الدنيا كلها موجودة، خلي حدا منهم يتفضل يشوف شو في المنطقة، يشوف شو في على هاي الخط. مش مسؤول عنه حدا، مش ليش ما حدا مسؤول عنه يعني؟ بس نفس منطقة واحدة بس بجزين، بس منطقة. اليوم كثرة الغربية عندكم بالمنطقة يعني أكثر من قبل؟ كثرة في كثرة غربية أكثر من قبل؟ لا إيه طبعاً طبعاً، كل ملا عصاب، ما حدا عم يسأل، ما حدا بيشوف، ما حدا عارف شو فيه، ما حدا بيعرف شو فيه، لأنه ما حدا عم يتطلع وما حدا عم يسأل. الدنيا فلتاني، إيدك على ما تعطي. اليوم شو بتوجهي رسالة للمسؤولين وشو بتطالبيهم؟ بطلبهم بالأمان، اضطروا يطلعوا بشعبهم شوي يعني قدر الامكان. هيك بطلبهم بالامان، اول شغل الامان. وين في امان؟ ما في امان. اول شيء نحن، ثاني شيء بيت سلفي، ثالث شيء بيت سلفي. شو مين بعد فيه؟ شو في يعني؟ في شيء بالمنطقه مش طبيعي، اذا المنطقه فوق في حياه مهرجانات ما في تحكي. والاخره يعني والاخره في شيء بقاش عم ينحمل، بقاش حدا يسترجب لك. اذا بدي اظهر من بيتي لباب طابق التحتاني عندي، بدي اشيل المفتاح من الباب واحمله بايدي، هذا شيء مش طبيعي. لا بتشوفي دوريه، لا بتشوفي حدا سألان، ما بتشوفي شيء، ما بتشوفي شيء. اكثر شيء بتشوفي انت عايشه لحالك. الدرجات الناريه بتعرفي شو مرق عليها؟ ها اكثر شيء هن اللي قاعد يعملوا هالاشياء المشاكل بالمنطقه. في قصة كبيرة كتير كتير وساكتين لقوى أمنية تتحرك، لا حدا بتتحرك، لا نايب بيتحرك، ولا بيبعتوا هاجس جيش بيبعتوا. وصرنا مطالبين صرنا سنتين بنطالب إنه عندنا هون 5000 عنصر أجنبي في هون بالسهل جوا في مخيم، ومش معروف شو على بيهم ولا يعني منطقة في التاني منطقة كذا. نعمل أمن زيتي؟ بنعمل أمن زيتي. اليوم صار في عصابة سرقة، والسرقة صارت قصة مادة بس، يمكن أوصلها
بكره بصير في كرمال 100,000 قتيل. اذا بقيت الدنيا في الثاني هيك اللي معه 100,000 بعد يستر يمشي معناته. بعد يستر يطلع من بيته، نحن منطقه في الثاني بعدنا بقول لي شوف شو بدهم نعمل ثوره بنطلع نقطع طرقان بنطلع نقطع طرقان ولا بعده شافوا يضبطوا الامر بمنطقة. هل حضرتكم اليوم مستعدين تعملوا تحرك؟ نعم يعني نعم امتى هيدا؟ نعم انت نحن عطيه وقت شهر للدولة إذا ما نزلوا حواجز وفعلوا الأمن بالمنطقة نحن طارئين نعمل شغل. لكن لكن فيش قيمين على المناطق لا بختار مثل الناس بكل هالطريقة يعني لا بلدية في طيب مين بده يحمس هاي العالم بقول له قوم تقوم العالم توقف. ما حدا عم بيسأل ما حدا عم بيسأل بيطلع نايم بيعمل تخزين زبالة كله سوا بيبقى بتلفين يا لطيف شو قلت لنا همنا أو 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 ضابط أو أمر فصيلة حتى أمر فصيلة ما عنده جرأة ما فينا نقول شيء ما عنده جرأة زلمة يعني جمعة سبت أحد هلأ محمول القصة شوف الدراجات هالموتوسيكلات غالبا سوريين رايحين جايين من هون لا خوص وحدا بيطلبهم يمكن كل الدراجات مع مسروعة ما حدا بيحكي معهم هذا السرقة بالبيت عندي أنا ما تقصدين لو أنا وصلت وسكنت ناسي غلط برجع رجعت على البيت مش بسلاحي قتلوني كانوا قتلوا بمظبوط مش عندي المسؤولية القوى الأمنية أبدا